السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد، جيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. ومثل ما عودناكم كل مرة، من أول ما نسحب على الشخصية بنعمل كم فيديو تجريب للشخصية تبان الجديدة. أول فريق راح نجربه اللي هو هذا الفريق اللي هنا نفرجونا إياه بالأساس لما كنا بالبث تبع اليابانية، اللي هو بان زائد مارلين زائد إسكانور زائد زلدريس. طبعا زلدريس ليش حاطينه؟ لانه كل دي باف راح يزود لنا البيسك ساس تبعنا ويزود لنا الدمج اللي بنعمله. مشان نشوف البيسك تبعه، increase the basic stats 3% for every debuff applied on all enemy، يعني راح يعطينا 3% basic stats لفريقنا. وفريقنا بما انه هو 7 deadly sins راح كمان يزيد ال HP تبعه بسبب بان. فخلينا نبلش ونشوف شو راح نقدر نعمل بهذا التيم. هلا المشكله لما انت تلعب بهيك تيمات السي سي تبعك شوي بيكون قليل. هلا هو بان بصراحه هو اللي مقلل السي سي تبعي، مشان اكون معكم صريح، بان هو السبب، لانه لساته مو شاري له ولا لبس ولا عامل له شيء، وما راح اشتري له لبس الا ما يصير مجاني. انا نفس تيمي بالضبط. خلينا نشوف شو راح نقدر نعمل. بنعمل هاي، بعدين خلينا نشوف عليه ترميل شيء. عليه ترميل معناها بنحاول نعمل على مارلين الكومبو. اعتقد الكل هلا راح يصير يحط على بان تارميل. ما ماتت حتى، واو حركتين وما ماتت، نايس. خلينا نشوف شو راح نقدر نعمل هلا. حاطط شو اسمه، ناناشي. المفروض لا يموت على كل حال. معقول يقتلني؟ عليه ترميل، ما بعتقد يقتلني. ايه عليه ترميل، ما بعتقد يقتلني. هلا بنعمل هيك. بنعمل هيك وهيك، لأن للأسف ما عندنا كرت تاني لالو. بلا بنحاول نقتل اسكانور، لأنه هلا اسكانور هو اللي راح يعمل الدمج كله. واو 4-6 اللي ضدنا، ايه حلو. اللي ضدنا 6-6 ونحن لساتنا 3-6 بعد 900 جيم، نايس. هلا كل ماله راح يصير اسكانور 6-6 نشوفه اكثر. منيح ما مات بان لحد الان. هلا بنعمل حركتنا هيك وبنعمل هيك وبنعمل هيك. هذا يمكن كان المفروض قتل شو اسمه، بس يلا منيح ما شال اورباتي. هلا معي التيمت، التيمتو و اتش بي كامل. لو البان ودع ودع الدوري بان تبعي يعني. ما بدي اضرب بان، ما راح تقدر تقتله. راح يقدر؟ ما راح يقدر. شايفين شو مفيد بان؟ مثل قلتو عندي وعند اللي ضدي. لأنه حاطط ناناشي ورا. هلا ناناشي حلو وحاطط ترميل، يعني ما بعرف هو بتحسه عم يلعب بوضعية، يعني اوريدي هو ناوي الجيم يقعد 3 ساعات، حاطط كل شيء دفاعي بالكون.
عرفت؟ ترميل زائد نناشي ورا، خلاص فوت هجومي، فجر التيم اللي ضدك واطلع. بصراحة راح أحاول أعمل هيك مشان تنشال من علي، لأنه هلا ممكن إذا قتلت إسكانور يقتلي مارلين و هو ما حد ما حيقتل حدا شايف، لا بلا بيقتله بيقتله، هي قتلناه وراحت الباسيف المفروض. ايوه راحت. انا لا كان فيه هو بالاو اي يقتل لي الاثنين، انه حيعمل رانك اب لاسكانور وبيقتل لي اياه. بايك احسن طريقة، خلينا نشوف شو ممكن يقدر يعمل. طبعا هلا كله حيلعبوا ضدنا الاسكنورات، لازم يكونوا 6 6. ممتاز، عمل حركتين، انا بدي اعمل حركتين حتى لو قتل لي بان ما عندي مشكله. ديت الثلاثه، ما بعرف شو الحركة اللي سويتها شو اسمها، بس يلا مو مشكلة. هلا نحن رح نعمل هيك كوريدا دودا. بس ما عمل اي او اي. مين نقتل؟ نعمل هيك. هلا بانس شايفين اذا معي حركة تانية تبعه رح يصير مثل قلته. مات والله، تصدق فكرته ما راح يموت، انا كنت بدي اخليه اتش بي او شوي مشان اللفه اللي بعدها نقتله مره واحده. على بان ودع طبعا، ممكن مارلين بالاي او اي لانه معه اي او اي ليفل مليون، اي ليفل 2 ولا ليفل 3. المفروض انا فزت. لا تنسى كمان فيه لسه زلدرس ورا. اوكي نعمل هيك ونعمل هيك. المفروض الاولى تقتله، هاي الاولى تقتله. نوت باد، بس ملاحظين شلون بان مثلته بالاخير عم تصير فايت بين اسكنور واسكنور. نظام الفايت عم يصير بين اسكنور واسكنور، حتى مارلين مثلتها. لا لا هي مارلين مو مثلتها لان عم تحط كثير ديبافات عليه ضدنا، ساعات اتاكو بينزل وستاتسه بتنزل ونحن بنرتفع ستاتس المفروض. بدي اجرب الالتيميت تبعه، ما رح جربناها مرة يمكن. فريق الملائكة لا تنهي لز الغليظة، لز الغليظة هاي. اوكي معناها هلا بدنا نعمل هاي الحركة ونعمل هاي وهاي، نحاول نقتل لز. ممتاز، مشان ما تنعمل هاي الحركة على بس المشكلة رجعت اتش بي فل وهذا الشيء ما بدي اياه. هلا بنعمل هاي وهاي وهاي، نقتل فيها مارغريت ولا نقتل فيها؟ لا مشكلة انه لا يحط درع البطين. يا عفو الله، شوف هذا مع مليون كيلو اتش بي قديش اتش بيو؟ اتش بيو 19000 زايد. نعمل هاي نعمل هاي ونعمل هاي.
ليش ما ماتت؟ ليش عم تهيل بشكل مو طبيعي؟ بان مو راضي يطلع لي كرت تاني منه، والزلمة جاء حيجيب التيميت، وطبعا اكيد هلا راح يكون عنده درع تاني، اوف كورس راح يكون عنده درع تاني. نحن لازم اللي بيلعب ضده يكون معه كل الكروت المناسبة. شلون هلا ما في حل الا نعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك، ونتمنى انه ينعمل له ستان، ينعمل له شيء ل وين الدمج؟ ليش ما في دمج؟ انا كنت بدي اقتل مارغريت لحالي مشان ما تعمل لي شو اسمه، مشان ما تعمل لي مسخره. شو بدي اعمل؟ لعبه مسخره عملها. كل ما العب ضد واحد بيطلع له كل شيء كروت بداها بالضبط. لو ما طلع له الدرع الثاني كنت فزت اوفر ايزي، كنت فزت عليه. بس ما في، لازم يطلع له كل مره درع ويطلع له التيميت. يعني كمان جاب التيميت بمايل، عرفت يعني كل شيء. شلون انا لازم اعمل جايد شلون تفوز بالبي في بي؟ لازم تلعب ضدي بس وبتفوز ايزي، حتى اوتو ممكن تفوز ضدي. عشان هيك اللعبة جدا حلوة لما تعتمد على الحظ 100%. اللعبة تكون كثير حلوة وجميلة. هذا حاطط بان، حاطط تصدق الشغلة؟ نطلع بأول لفة. Why not? Because we can. لأنه حاطط ترميل على مليوداس، فنقتله هداك الغليظ. بس هو يطرح نفسه هلا، فينا نقتل الباقيين؟ هلا مين بده يقتل؟ بده يقتل بان؟ اسكانور. تصدق فكرة حلوة اللي عملها هو؟ هلا شو بنعمل؟ بنعمل هاي اللي المفروض تعمل دمج عالي، بعدين بنعمل هاي، بعدين بنعمل هاي. خلينا نشوف ليفل 2 بتشيله. هلا اقول اي او اي بتشيل اسكانور. لازم يضرب اسكانور حتى يشيله، لانه اذا ما ضربه بعمل حركه فيه لاسكانور. ايوه، هاي الضربه على مين؟ اوكي، ثلاث ضربات منيح. اربع ليش؟ صح عليه انكروشمنت صار هلا. اوكي، معناها بنعمل هاي وبنعمل هاي وهاي. ممتاز، مات ونعمله ستان لهاد.
ما هيك هلا فزت، هلا خلينا نشوف الدمج. الشاب منيح. لا حلو، بس يا الله جدا عادي، يعني بقوة مارلين فيك تحكي، مو أقوى من مارلين، مع إنه مارلين له فوائد أكثر لسه. مارلين على الأقل شفته عملنا استنى وعملنا التاكسي للي ضدنا، عرفتوا كيف؟ أما هو بس لا والله قتل الواحد يعني. بس رودي ممكن يعمل نفس الحركة، ورودي ما بيحتاج، لازم تضرب حركتين من عنده. أي واحد بشري بالتيم بيظبط لك يا رودي، بعدين بتعمل حركته بيقتل لك أي واحد بوشك. بس فيك تقول الشغلة الوحيدة اللي مفيدة انه عم ينزل الدمج اللي بيعملوه لي ضدك، وبنفس الوقت شو اسمه؟ بدنا نحاول نقتل اسكانور بأول لفة. خلينا نشوف بنقدر نقتله؟ بنقدر نقتله. جان ما عليها شو اسمه؟ 4 6 6 6 سوري. هلا بدي اقعد سنة حتى اقدر اقتله لمليون لاسكنور تبعه. بس هو لا ايزي ايويات بدي اقتله لاسكنور. لو عليه بيعمل الاتاكس. شوف يعني حتى تركوا لبان، ما بده بان. ليفل 3 هي نايس. هذا الحلو لما يكون ضدك عم يلعب واحد 6 6. شو نعمل هلا؟ نعمل هيك وتصدق نعمل اخر شيء، نعمل اول شيء هاي، بعدين هاي، بعدين هاي. لا والله كنت لازم اعمل العكس كمان. يلا انت وال 6 6 تبعك. مارلين ومين ما كان اللي ورا المفروض يموت، الا اذا كان ورا في شخصية غريبة. طلعت شخصية غريبة للاسف. حيجيب التيمت لفة الاولى. شوف يا كبير، هلا بيستخدم كتلة بالنص بينجمعوا وبيجيب التيمت بلفة الاولى. قلت لكم. يا عفو الله المسخرة اللي بتصير. نعمل هاي بس ونحرك هذا الكارت. على الأقل ما نعطي ليفل انه نخليه يستخدم الالتيميت ليفل ماكس. هلا ممكن يقتلني او 90% ممكن يقتلني. لا والله ما قتلني. هلا شو بتعمل؟ ونعمل معاها هاي. مش لسه معاه كارت جولد، يعني اذا ما عملت له ستان او شيء هلا هو قتلته. سبحان الله بعرف. لما العب لما اصور فيديو بعرف انه بيطلع لي ناس غربة، يعني تكفى ليش حاطط مليون سوره؟ شو حيفيدك مليون سوره؟ تكفى. بس مشان هيك انه اذا خسرته ينزل لك مليون دس ويجيب التيمت ثاني باول لفه ويحاول يقتلك. يعني انا مو بس بلعب ضد الناس، لا بلعب ضد كمان الحظ تبع الناس اللي ضدي، يعني بلعب ضد اثنين دائما. مثل ما شفتوا بان يوسليس كالعاده، مثل قلتو النظام يمكن ما في جيم فوزنا او سببه فزنا،
هو بس شخصية إضافية موجودة بالتيم، مثل يعني ما عم تضيف، لا عم تضيف شوي اللي هو اتش بي للفريق ودمج ريدكشن ل7 ديدلي سينس فقط، هذا الشيء اللي عم تضيفه للفريق. اما انت فيك تحط نظامي، لو انا حاطط مثلا رودي بنفس الفريق راح يعمل نفس الشيء، بالعكس على الاقل راح يمنع اللي ضدي انه يهيله كمان، عرفتوا كيف؟ لو حاطط روكسي نفس الشيء، بس ساعتها فريقك راح يكون دمجه او راح ياكل دمج اكثر، هذا الشيء الوحيد انك انت عم تعطيه اتش بي زياده لفريقك اللي هو الخطايا السبعه، زائد انك انت دمج ريدكشن 20%، هي الفائده الوحيده من بان. بس هون بكون سنوات الفيديو تبع اليوم، ارجو تكونوا استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على الخاص، شكرا جميل، شكرا على خير، فيديوهات ثانيه، مع السلامه.